تعتبر مدينة الفحيص من المدن الأردنية الجميلة ذات الطابع الريفي، وهي بلدة ضاربة الجذور في التاريخ، وتشكل المباني التراثية فيها لوحة فسيفسائية جميلة تعبر عن مدى اهتمام سكانها عبر التاريخ بإنشاء بيوت ذات طابع معماري مميز. نور سعد زارت الفحيص وعدت التقرير التالي. الفحيص بلدة أردنية جميلة تتبع محافظة البلقاء، وهي ضاربة الجذور في التاريخ، حيث سكنها الرومان قبل الميلاد واتخذوا من قلعتها حصناً منيعاً لهم. اشتق اسمها من الفحص والتمحيص، ولقب أهلها بصبيان الحصان لشجاعتهم وكرمهم. يرتبط ماضيها العريق بحاضرها المجيد المستند على التاريخ والأصالة، ولها سجل حافل بحكايات المجد والخلود والعزة والشموخ. وأكثر ما يجذب الزائر للفحيص سحر المكان والطبيعة الخلابة من بساتين وأشجار وكروم الزيتون والعنب، ومناخها المعتدل لمعظم أيام السنة. وهي تعد في الوقت الحاضر مدينة ريفية واكبت النهضة الحديثة للمملكة الأردنية الهاشمية. تعد التنمية الاقتصادية في الفحيص ركيزة هامة من ركائز المدينة في التخطيط والمشاركة الفاعلة، كما تتمتع ببيئة استثمارية مناسبة لحركة تجارية نشطة، حيث يتوافر فيها العديد من المحلات والمنشآت التجارية، فضلاً عن توافر بنية تحتية وشبكة اتصالات وخدمات مميزة تخدم المدينة، مما يهيئها لتكون بيئة استثمارية جاذبة. هذا ويرتكز الاقتصاد في مدينة الفحيص وبشكل أساس على عدة نشاطات خدمية وتجارية وزراعية، إضافة إلى بعض الصناعات الخفيفة مثل صناعة الشوكولاتة والحلويات والشيبس والعصائر والمشروبات الخفيفة، علاوة على صناعة الإسمنت التي كانت تعد في السابق رافداً اقتصادياً هاماً للأردن بشكل عام وللمجتمع المحلي بشكل خاص. ومن الناحية السياحية تمتاز مدينة الفحيص بطابع تراثي أصيل متجذراً بالهوية والمكان، ومنفتح نحو الثقافات والحضارات العالمية، حيث يوجد في مدينة الفحيص العديد من الأماكن السياحية والتراثية التي تحاكي عبق الماضي وروح الحاضر. ومن هذه الأماكن منطقة الدير التي تعد من الأماكن التاريخية والأثرية الهامة التي سكنها الرومان، وتمتاز بقلعتها وبرجها وكنيستها الشهيرة كنيسة الدير، وهي من الكنائس القديمة في العالم. كما يوجد في مدينة الفحيص منطقة البلد القديمة والتي تمتاز بطابعها التراثي الأصيل وبعض المباني والكنائس القديمة التي تحاكي التاريخ وأصالة المكان، ويقام في منطقة البلد القديمة سنوياً مهرجان الفحيص الأردن تاريخ وحضارة. يوجد في بلدة الفحيص متحف كنيسة الروم الأرثوذكس، والذي يشتمل على صور رؤساء الكنيسة منذ عدة عقود، ولباس الكهنة وقرابين وأدوات المناولة والتكريس التي استعملت قديما، إضافة إلى معرض ورواق البلقاء، حيث يقام فيه معارض فنية لمشاهير الفن التشكيلي والكلاسيكي وفن التصوير. ويوجد في مدينة الفحيص مقام للسيد المسيح وتمثال للسيدة العذراء في كنيسة قلب مريم الطاهر البلد، والتي تأسست عام 1932.
ويوجد في مدينة الفحيص العديد من الدوائر والمؤسسات، وعلى رأسها دار البلدية التي تعتبر المظلة الواقية لعمل هذه المؤسسات. ويرأس رئيس بلدية الفحيص مجلس المؤسسات بموجب النظام الأساسي. وإذا كان لأهل الفحيص من أمل ورجاء هو أن تسعى بلديتهم للإعداد لتهيئة البلدة مستقبلاً لإدراجها على لائحة التراث العالمي.